غريبة إن رغم كل اللي عمله ما كرهتوش. ما فيش أب بيكره ابنه مهما عمل. لسه في حتة في قلبي فاكراها وهو صغير لما كان يتنطط ويضحك ويلعب حوالين، لما كان يجي جاش يترمي في حضني وأنا راجع من الشغل. وبعدين معاك بقى انت لسه عمال تقول لي انسي عشان انا اقدر انسى. الله خسرت ابني الكبير يا ناي، مفيش حاجه في الدنيا هتعوضني على الخساره دي. ان شاء الله بكره كل شيء هيتعوض، بس انت شد حيلك. روح ادعي لي ملك، انا عايزها ضروري. جدكو كان كل ما يعمل مشروع باسمه وباسم اخواتي كان بيديلي مبلغ مساوي بالظبط للمبلغ اللي بيدفعه لكل واحد فيهم. باختصار كده الفلوس اللي معايا دي اغلبها فلوسه. صوت هيفرق معانا في ايه ده كله يعني؟ يا ابني افهم بقى، انت مش حاسس باللي بيحصل حواليك؟ زي ما انتوا عارفين العيله بتمر بازمه كبيره وما ينفعش يبقى معايا فلوس واقف اتفرج. طبعا يا بابا، عشان كده انا حبيت اخد رايكم، لان الفلوس دي زي ما هي بتاعتي فهي بتاعتكم. يا بابا احنا مش عايزين حاجه، خد الفلوس كلها واديها وما تعملش حساب حد. قصدك على مين يعني؟ انت فاكر نفسك اجدع مني؟ انا مش عايز دوشه. اكرم وعرفنا رايه. رايك ايه بقى يا استاذ خالد؟ مش عايز كلام يا بابا، حضرتك ليه بتسالني من اصله؟ اقفل الباب وراك. أنا عارفة حضرتك بعتلي ليه. كويس إنك عارفة، بس مش أنا اللي عملت كل اللي أنت اكتشفته. أنا ما طلبتكيش علشان أحاسبك على كل اللي اكتشفته، أنا طلبتك علشان أحاسبك على اللي أنت عملتيه. ارفعي وشك وبصيلي. مضيت مرة واحدة، هو ما كانش عايز أكتر من كده. مرة واحدة جريته عليكي، كسرت عينك، ساوت ما بينك وما بينه. لا يا بابا لا، أنا ما كنتش في حالتي الطبيعية، كنت نازلة أشوف ولادي ومضاني على الورق. الظروف عمرها ما كانت مبرر للغلط. بابا أنا بشر، ممكن أغلط غصب عني. الشيء الوحيد اللي مش هقدر أستحمله إنك أنت ممكن تفقد ثقتك فيا أو تبصيلي بصة زي اللي بتبصها لرامز. لو انا ببصلك زي رامز ما كنتش اساسا عاتبتك، انا بعاتب ملك روح اللي ماشي على الارض، ملك اللي ثقتي فيها زي ثقتي في نفسي، اللي غلطتها اصعب عندي من غلطتي. انا غلطت، ممكن اصلح غلطتي واستحمل واروح وابلغ واتحمل المسؤوليه. من يوم ما كبرتي ومليتي عليا الدنيا واحنا بنتحمل المسؤوليه سوا. خلاص يا بنتي، مش مهم مين اللي غلط، المهم ان الغلط ده ما يتكررش، يفضل حاله نادره، ما يبقاش هو أسلوبنا في الحياة. صدقت كلامي وعرفت إنهم لا يمكن هيبلغوا؟ ابتديت أصدق، بس برضه قلبي مش هيطمن قبل ما يفوت كام يوم كده. يا ابني اللي عايز يبلغ كان زمانه بلغ من زمان، لسه هيستنى يومين ثلاثة. المهم إحنا خدنا نصيبنا وحطينا فلوسنا في جيوبنا. بالنسبة لأبوك بقى وملك، هما ياخدوا بالهم من نفسهم، بس خلي بالك اطمن هيعملوا كل حاجة وهسدده قبل الميعاد كمان. أنا خايف يحرمني الميراث. يعمل ايه يا اخويا؟ ابوك مش بتاع الحاجات دي، ده بيخاف ربنا قوي. بعد اللي عملته معاه؟ مهما عمل، ابوك ده له دماغ لوحده. يا ريت يا اخي يسمع من بقك ربنا. بصراحة، انتوا عيلة خلل. بقول لك ايه، هتروح لهم امتى؟ اتقل، هما اللي هيحتاجوا لنا. وفي الوقت ده نروح بكرامتنا.
قبل ما اتكلم اوعوا تتخيلوا اني ممكن اخالف القانون او اتصرف اي تصرف اخجل منه. وفي حد زيك يا عمي برضه. المشاريع اللي بتجيب ربح سريع هتتكتب باسمك بيع وشراء. اسمي انا؟ لازم نفكر في اسوأ الاحتمالات. الكارثة اللي عملها رامز لو اتكشفت هنتحط كلنا تحت التحفظ. لا هنقدر نسدد ولا هنقدر نخرج من الأزمة دي. ده غير ان احنا مش هنلاقي أأمن منك يا ابني. ثقة كبيرة أوي يا عمي. بالطريقة دي هنحمي المشاريع بتاعتنا ونستخدم الإيراد بتاعها في سداد القروض. وده الهدف الأساسي ليا. بس في معلومة يا بابا لازم تعرفها. احنا ما أخدناش قيمة القرض كله. حسام كان بياخد جزء كبير منه هو اللي معاه. انت هتقولي لي يا بنتي. اتفضل يا بابا. ايه ده يا ابني؟ ده شيك بكل رصيدي في البنك. احنا لسه ما وصلناش للدرجة دي. خلي فلوسك في جيبك يا ابني. شايلي لك الوقت هو زي. ما تبقوش تافهين انتوا الاتنين بقى، مش معقول نبقى في الظروف دي تبقوا متخاصمين. ايه يا اكرم؟ هي اللي ابتدت. انا برضو؟ خلاص بقى يا جماعة حقكوا عليا انتوا الاتنين، انا بقى الغلطانة. وانا كمان بس خلصونا. تقول لي ضفاير ومش عارف ايه؟ يعني انا اللي بيئة وما بفهمش حاجة ها؟ طب ايه رايكم نجيب مسدسين ونحل الموضوع ودي؟ ايوه كده اضحكوا، هو انتوا يعني كنتوا بتتخانقوا على بيت ملك؟ خلاص يا بنتي عفونا عنكي. اوف يا ربي ده انت دمك يخنق. وانت بنت بتتكلمي زي الولاد ومسترجله. هي البنت لما تكون شخصيتها قويه معنى كده انها مسترجله؟ بس تعرفي احلى حاجه بتعجبني في البنات لما تكون شخصيتهم قويه. ايوه كده يا ولد اتعدل. طب انت عارفه ليه؟ ليه يا فالح؟ عشان اعرف اكسر شوكتهم. الولد ده لازم اكسر دماغه النهارده بحاجه. مش بقول لكم مسترجله؟ انا استحملت كتير عشان الولاد، بس في الفتره الاخيره دي ابتديت اسال نفسي، يا ترى الولاد من مصلحتهم ان الراجل ده هو اللي يربيهم او يكمل عليه؟ المشكله اني كنت واخده القرار من زمان، والمصيبه اني ما كنتش قادره انفذه. يا حبيبتي انت لو حاسه ان القرار ده سليم 100% نفذيه مهما كان صعب. انا كل مره بقول اديله فرصه يمكن يتصلح يمكن يرجع لعقله، لكن مفيش فايده. انا هقولك على حاجه لاول مره بقولها لك. عارفه حلمي ده بقاله كام شهر ما بيدينيش مرتب؟ بتقولي ايه؟ زي ما بقولك كده. مالك؟ انا اسفه، انا على الهموم اللي عندك والمشاكل اللي عندك. انا اسفه انا اسفه. انت بتقولي ايه؟ طب ما انا بشتكي لك همي طول الوقت. احنا لبعض يا حبيبتي. يا حبيبتي ربنا يخليكي. قولي لي بقى، انت ورامز اتفقتوا على ايه؟ ابدا، رامز وحسام قسموا الفلوس على بعض. ما دام فيها فلوس انسي ان رامز ده يرجع جنيه واحد. بس مش قادره استغنى عنه غصب عني، هو اللي معاه العقود وهو اللي معاه تفاصيل التعاقدات وهو اللي يعرف الناس اللي اتفاهم معاهم على كل حاجه. ما اقدرش اسيبه دلوقتي، انا لازم اخرج من الورطه اللي حطني فيها باي شكل، مش قادره استغنى عنه. انا عايز حضرتك تكون متاكد ان انا ماليش اي يد في التصرف اللي اتصرفه رامز. انا بصراحه فاهم ان انتم متفقين معاه. مفهوم مفهوم. انا طبعا كنت بجامل العيله اللي احتضنتني واعتبرتني واحد منها، وطبعا كنت متاكد ان انتوا مش ممكن تتعثروا او يعني تعملوا زي الناس اللي هي بتاخد فلوس من البنوك وتهرب بره البلد. مسؤوليتك عن البنك اللي حضرتك رئيس مجلس ادارته ايه؟ مش خايف على نفسك؟ الحقيقه يا فندم انا ثقتي في حضرتك بددت كل مخاوفي. والمطلوب يا استاذ حسام رامز، انا ما عنديش استعداد اتكلم في الموضوع ده. يا فندم حضرتك ما تعرفش هو عامل في نفسه ايه. ده ندمان اشد الندم، وبعدين انا كمان ما سكتلوش، ده انا ما خليتلوش. مش هو اللي يندم، مش انا اللي سامح على خطأ زي ده. أنا مش متوقع طبعا إنك تسامحه بين يوم وليلة، لكن فعلا هو ندمان. رامز مش هو اللي بيندم يا أستاذ حسام. الحكاية وما فيها إنه خايف إني أحرمه من المراسم.
ابدا. ده هو حضرتك لو سمحت يا استاذ حسام بتبلغ الولد ده اي مواضيع خاصه بالشغل يبقى يكلم فيها اخته ملك، وما يجيش الفيلا تاني، لو جه هكسر رجله. غلبتيني زي كل مره. انا لك ازاي ابوك كان عليك؟ غصب عني ابويا كان نازل من هنا يبلغ النائب العام. انت كنت متاكد ان احنا مش هنوافق ومضيتني وانا مش واخده بالي. الشيطان شاطر يا ملك. امتى يا رامز؟ لما حسام كلمني في التليفون وكنت نازله في عز فرحتي عشان اشوف ولادي. للاسف ايوه. توقيت في منتهى الذكاء وقمه الغباء انك تتصور انك انت انتصرت من غير ما تعرف النهايه ايه. معلش يا ملك اديني رجعت لك تاني برجلي لحد هنا. رجعت عشان مصلحتك؟ ابدا والله، ده انا جاي بكل القلب المفتوح. انا كمان هشوف مصلحتي، هشوف مصلحه المكان اللي ابوك بناه بعرق وشقاه، مصلحه الناس اللي بتاكل من هنا عيش. ما تخافيش يا ملك، واكد لك احنا مش هنقع طول ما المشاريع مش شغاله. مش عايز اسمع الكلام اللي سمعته 100 مره قبل كده. طب ما هو كل الناس شغاله بالشكل ده. طب قولي لي يا ملك اعمل ايه بس علشان تسامحوني؟ كل الفلوس بتاعت القروض ترجع تاني. والله العظيم ما خدت منها ولا مليم، دي كل الفلوس دي عمولات حسام واللي معاه. انت برضو مش عايزني اثق فيك. طب اعمل ايه بس علشان ارجع ثقتك فيا تاني؟ اسرق عشان اجيب الفلوس دي؟ رامز انت جاي ليه؟ ما هي مجيتي دي لو فكرتي فيها يا ملك هتلاقيها اكبر دليل على براءتي. انا لو شايل فلوس بره زي ما انتم معتقدين كان ايه اللي هيرجعني هنا تاني؟ رامز رد عليا انت جاي ليه؟ لاني لازم ابقى معاكم يا ملك، انتم محتاجين لي، مش هتقدروا تعدوا الفتره دي من غيري. حطني في اي موقع يعجبك، انا كل اللي طالبه اني اكفر عن الذنب اللي عملته في حق ابويا باي شكل. هترجع بشروطي؟ وامضي لك على بياض. مالكش دعوه بالفلوس خالص. موافق. المشاريع اللي انت بلعتنا فيها هتنزل تبات فيها مع المهندسين والعمال وتخلصها في اسرع ما يمكن. حاضر يا ملك، خلصها لك في وقت قياسي. والشيء الوحيد اللي ممكن يشفع لك ان فلوس القروض دي تتسدد تاني. افتكر الكلام ده كويس. مستحيل رامز يرجع يشتغل معانا تاني. جريه ملك، ده انت ترضى بنفسك. حتى لو كل المشاريع اللي ورطنا فيها اتهدت فوق دماغنا واعلنا افلاسنا بكره برضه مش هيشتغل معانا. يا بابا انا رافضه وجوده زيكم بالظبط، ويا ريتني كنت سمعت كلام احمد وطردته من زمان. بس يا جماعه لازم نفكر بشكل عملي عشان نسدد في مواعيدنا. ازاي تشتغلي مع واحد مش مأمناله؟ بعدين احنا كنا عارفين نشتغل معاه زمان لما هنشتغل معاه دلوقتي يا ملك. يا جماعه ما انا قلت لكم اول ما دخلت، قلت لكم ان هو ملوش اي صلاحيات، انا نفسي لا طايق اسمع صوته ولا اشوف شكله. صباح الخير يا استاذ حمدي. صباح الكل يا عم رضوان. يا عم رضوان يا عم رضوان، ابوس ايدك يا عم رضوان تكلمني، دي رفعت قضيه خلع وباين عليها هتكسب. يا واد حل عن سماي، هو انت ما وراكش غيري؟ ايوه يا عم رضوان، انا ماليش غيرك انت يا الهان، وبصراحه بقى الحال ماليش سكه وياك. البنت ما بتحبكش، مش طايقاك. ايه بقول لك ايه يا عم رضوان، هتسمع كلامك، هتسمع كلامك يا عم رضوان والله. بس انت بس حاول وياه. اشمعنى انا؟ بتحبك واخدك زي ابوه. طب مش انت اللي داريتها ليله ما طفشت مني؟ يبقى انت بجلي لازم ترجعها لي. حاضر هكلمها وامر لله. خلاص حبكت معاك يعني يا سيالي؟ لازم تسيبنا وتعمل فيها سندباد البحري. خلاص بقى بتقولي له الكلام ده بعد ايه؟ قدم اتقبل ومسافر. والله يا ماما انا مسافر ومتضايق انها سايبك لوحدك. لوحدها ده ايه؟ انا قاعده معاها وعمري ما هسيبها. انا مش عايزاك تشيل همي في حاجه، انا اتعودت على كده، ما يعديش عليا يومين غير لما اتنكد. خلاص اتعودت. لاخر مره يا ماما بقولها لك، لو مش عايزاها اسافر انا مستعد ما اسافرش. التنسيق جاب لي كليه هندسه، كليه ما فيش حد يحلم بيها. لا حبيبي انا عايزاك تحقق كل احلامك. متاكده انك مش هتحتاجي لي؟ انا ما اقدرش استغنى عنك دقيقه واحده، وهفضل محتاجه لك العمر كله. بس يعني المشوار مش كبير، هبقى اخد البت دي ونيجي ناكل سمك معاك في اسكندريه، وبعدين في تليفونات بينا وفي حاجات كتير. مع السلامه. مع السلامه يا قلب. مع السلامه يا علوش. ايه الادب ده؟ اعمل ايه؟ انت هتوحشني. شوف وشك بخير يا ماما. خد بالك من نفسك. وانت معاك. لا اله الا الله. الحمد لله.
اجي معاك؟ لا خليك انت كده. مع السلامه. باي باي. بتعيطي ليه بس يا حبيبتي؟ انت كمان بتعيطي يا ماما. طب انا عندي حق بجد. وانت بقى؟ ما من عمري وعلي وعمري انا ابدا بفطر. ولا عمركم هتفطروا تاني. تقولش شطة، الراجل ده دكتور كويس ولا بيلعب البخت في عينيا وحاطيني بشربة مية؟ ازاي يا حاج ده 10 على 10. بقول لك ايه؟ روح اقفل الباب كويس عشان عندي ليك مصلحة 100 100. يا مكتر من مصالح يا رب. خير يا حاج؟ انا عمري قصرت معاك في حاجه. خيرك مغرقنا يا حاج. طب ايه رايك بقى في باكو على الترابيزه وبعدها الدنيا وما فيها؟ الدنيا وما فيها؟ امال ايه؟ وانا لو خرجت من هنا ورحت قعدت على كرسي مكتبي واتجعصت هيبقى عندي اغلى منك؟ انت عايزني اهربك ولا ايه يا حاج؟ وانت لو كنت تعرف ياض كنت سبتك لحد دلوقتي. امال عايز ايه؟ فهمني. جوابين اتنين هترميهم في البوسطة، مش أكتر من كده. بسيطة، وأنا تحت أمرك يا حاج. أنا صحيح قلت لهم إن أنا هطربقها بعد أسبوعين، وفات دلوقتي 50 أسبوع، بس وماله؟ كله في المصلحة، قول إزاي؟ إزاي؟ زمانهم دلوقتي نايمين في العسل ومسلطنين آخر سلطنة. ومش حاسين بغدر من ناحيتي. بس الاول يا حاج يعني نحدد المكافاه. عناية الاثنين. لو طلبت 1,000,000 جنيه هتاخد، بس الاول اسال وانت تعرف ان سعيد الشاطر ما يرجعش في كلمته ابدا. ومن غير ما اسال بكره القلم والورقه يكونوا عندك وتقف جنبي وانا شغال. حكيم انا في القراءه والكتابه مش قد كده، أصل تعليمي كله إنجليزي. ها؟ إيه رأيك بقى يا ملك؟ عشان بس تعرفي إن وعد الحر دين عليه. الإعلانات هننزل من بكرة، والتسليم خلال 2 3 بالكتير. ربنا يسهل، بس أنا مزنوقة في شوية سيولة ومش عارفة أتصرف خالص. وتتصرفي ليه؟ ده أنتِ مجرد ما الإعلانات هتنزل مش هتلحقي بيع ولا هتلحقي تلم الفلوس. طب أنت ما تعرفش تتصرفي في أي حاجة تستلف لي حتى؟ منين يا انت ليه يا ملك يا حبيبتي؟ مش قادره تصدقي اني ما احتكمش على فلوس خالص غير نصيبي في المجموعه وبس. ما هو انت ما عملتش كده الا عشان خاطر الفلوس. ماشي يا ملك، خليكي ظلماني كده على طول، بس انا اللي استاهل، ما هو انا اللي جبته لنفسي. رامز، بقول لك يا ملك، انا هفضل معاكم لغايه ما اصلح اللي انا عملته، لكن بعد كده كل واحد يروح لحاله. انت حر. طب هو بس ملك كان في يعني خدمه كده كنت طالبها منك وارجو ان تساعديني فيها للمره الاخيره. خير؟ كنت عايزك تكلمي لي بابا تاني. لا، طنط ناهد هي اللي تكلم لك بابا مش انا. ما انا رحت لها كذا مره يا مالك، استغليت فرصه ان بابا ما كانش موجود في البيت كذا مره ورحت لها، بس للاسف ما وصلتش معاها لحاجه خالص. ده انا تهيالي انها زعلانه مني اكتر ما بابا زعلان مني. بص، هو ما فيش غير طنط ناهد، او يمكن يكون في حاجه تانيه اضمن. ايه هي؟ يعني بابا ممكن يسامحك في حقه، لكن مش هيسامحك ابدا في حق اسمه وشغله. لا مش فاهم تقصد ايه. يعني لو بابا حس انك انت طلعت الفلوس دي وقفت جنبنا. حرام عليكي بقى يا ملك، ارجوكي، وحياه ولادي محتكم على مليم احمر غير نصيبي في المجموعه، ايه حكايه الفلوس دي خالص؟ مش هيهدى لي بال غير لما ترجع الفلوس دي، وانا رجعتك المكان ده عشان كده. انت ناوي تحفر الجواب؟ قريت اكتر من 10 مرات، ما تخلصنا عمنا بقى. ايوه يا حاج، بس انت كده هتخرب بيوتهم. عليا وعلى اعدائي. بس لا مؤاخذه يا حاج، يعني هتديني حق منين؟ يا 100 مره قلت لك ما تقلقش. يا ما في الجراب يا حاوي، ده اللي تحت البلاطه اكتر من اللي فوقها بكتير. وطبعا بقى يا حاج هم ما يعرفوش اي حاجه. لا طبعا، بس تصدق كنت ناوي اقول لهم. يا نهار ابيض. بس الحمد لله ربك كشفهم قدامي في الوقت المناسب، بدل ما كنت اخسر جلد وصار. والجواب ده بقى يا حاج بتاع مين؟ ملك عبد المجيد دي مش بنت الراجل اللي كان عندنا؟
هي واخوها وحسام غازي. ده يا صغيره كده من سعيد الشاطر لحبايبنا الحلوين، عشان يعرفوا انهم مهما عملوا مش هيقدروا عليا. امال مين حسام غازي ده يا حبيبي؟ بقول لك ايه، ما تروح انت اقعد ترمي الجوابات اللي في ايدك دي وترجع لي نقعد نتسامر زي ما انت عاوز. ده انا فرحان قوي ان لقيت ودن هتسمعني. ها اعمل ايه بس يا ماما علشان تسامحوني؟ شغل وبشتغل زي الطور في الساقيه والله، وراضي بوضع لا يمكن حد في الدنيا ابدا يرضى بيه، حتى الارباح ما بصرفهاش، عايزين مني ايه تاني؟ انت اللي عملت في نفسك كده. غلطت يا ماما، غلطت وخفت لابويا ويوديني في داهيه، هقولها لكم كم مره. الجرح اللي جرحته لابوك مش قليل. طب خليك انت معايا يا ماما، سيبيهم هم يقولوا الكلام ده وخليك انت معايا وحاولي تدافع عني. مش لما ابقى سامحك انا الاول؟ وانت لسه غضبان عليا. حالك صعبان عليا، لكن مش عارفه اعمل لك ايه. ازاي هطلب من ابوك يسامحك وانا نفسي مش قادره اسامحك؟ انت اللي عملته يا رامز جريمه في حق ابوك وفي حقنا كلنا وفي حق نفسك قبل الكل. ايه اللي جابك هنا يا ولد؟ انا جيت اشوف امي. تشوفها في اي مكان تاني، الفيلا دي ما تدخلهاش، مفهوم؟ يا بابا ارجوك اعمل معروف بقى، انا ندمت واعتذرت لحضرتك 100 مره. مش عايز اسمع ولا كلمه، اتفضل اطلع بره. عبد المجيد، الحلم الحلم يا عبد المجيد، اسمعوا شوفوا عايز يقول ايه. ما تتدخليش ما بيني وما بينه قبل اي حاجه. يرجع الفلوس اللي سرقها جايز بعد كده اسامحه. يا بابا والله العظيم ما سرقت اي فلوس والله. وبعدين يعني معقول الفلوس هي اللي هتخلي حضرتك تسامحني؟ عمري ما كنتك ما هترجع زي الاول، انها اصلا مهزوزه بسبب اخطائك اللي ما بتنتهيش. طب انا دلوقتي اتصرف ازاي مع حضرتك؟ انا ما احتكمش على اي مليم، لكن لو حضرتك مصر انا ممكن اتنازل عن نصيبي في المجموع. زاهد، خلي حد من الشغالين يجيب ورقه وقلم. لا لا لا، ثانيه واحده ماما، ثانيه واحده. ايه يا بابا، حضرتك ما صدقت اني قلت كده ولا ايه؟ عرفت ليه انا مش عايز اسامحك؟ لأنك بتحب الفلوس أكتر من عينيك مش أكتر مني. طب أنا مستعد أثبت لحضرتك دلوقتي حالا إني بحب حضرتك أكتر من أي حاجة في الدنيا وأتنازل عن نصيبي في المجموعة، بس بشرط إخواتي كمان يتنازلوا معه، ما يبقاش عادل إني أتنازل لوحدي. ولا تعمل حاجة أبدا، أنا كل اللي يهمني دلوقتي إنك تعرف إني مش عايز الفلوس دي رغم الزنقة اللي أنا فيها. الله، أمال حضرتك كنت بتقولي كده ليه؟ لأنه الدليل الوحيد إنك ندمت إنك ترجع الفلوس دي. غير كده أنا لا يمكن أصدقك. وصلنا لحد فين في مشروع الحديد والصلب؟ الحمد لله يا ملكة، قطعنا شوط كبير جدا وإن شاء الله الإنتاج هيبقى قريب. إن شاء الله. وأخبار طلبات الحجز إيه؟ بالنسبة للقرية السياحية الأمور ماشية بشكل معقول، لكن بقى الجولف والإسكان الفاخر الإقبال عليها ضعيف جدا. بصراحة يا دكتورة اختيار الطريق الصحراوي للمشروع ما كانش اختيار موفق. وكمان بقى أسعار الوحدات غالية قوي يا ملاك، مفيش ناس كتير تقدر تدفع ده. اطلبوا لي رامز فورا. الحكاية بقت واقفة خالص يا حسام، أنا فعلا كده ابتديت أقلق. ركود في الاقتصاد العالمي يعني مش إحنا لوحدنا. الركود ده ما يجيش غير على حظنا. أمال أنا أعمل إيه؟ أنتوا فاهمين إن أنتوا العميل الوحيد اللي لو كشف هيكشفني؟ أنا كنت بدأت أحلم. قلت لما الاوضاع تتصلح هرجع اخد وضعي تاني في المجموعه بتاعتنا. انا بقى لو ده حصل هخش السجن. مش لوحدك اكيد، احنا كمان معاك. لا انتوا ممكن تسددوا وتطلعوا من الموضوع، لكن انا راجل مسؤول يعني هضيع هضيع. الو؟ ايوه يا فندم. ايوه سعاده الباشا. لا طبعا عارف صوت حضرتك. جوابات يا فندم، ده راجل مجنون وبيعالج في مصحة. تحيات. طب يا فندم انت متأكد سعادتك ان في تحيات في طبعا عارف سعادتك. لا يا فندم انا مش ممكن اجيب سيرة لأي حد، ده كلام برضو معقول اقول لهم لحضرتك؟ طب يا فندم انا مش هنسالك الجميل ده خالص.
السلامة. يا حسام، ايه اللي انا سامعه ده؟ التحقيقات دي بتتعمل عننا احنا؟ فتحي، التحقيقات عن فتحي وسعيد الشاطر اتكلم وقال كل حاجه ولبخ الدنيا. طب واحنا؟ احنا لسه شويه بس. بس طبعا الحكايه قربت. طب والعمل؟ ملهاش غير حل واحد، ان احنا نسافر. نسافر بسرعه قبل ما نلاقي اسمنا محطوط في قوائم الممنوعين من السفر. دي مصيبه. مصيبه ولا حاجه من غير ما تترعش كده وتودينا في داهيه. اتقل عشان نعرف نتصرف. اخر بيت سعيد الشاطر على بيت ملك على بيت فتحي في يوم واحد. ايه ده بس عشان نعرف نتصرف؟ المهم دلوقتي ان احنا نرتب نفسنا ان احنا نسافر باسرع ما يمكن، واوعد تجيب سيدان اي حد الا ملك وقبل ما نسافر على طول. اشمعنى ملك يعني؟ نقول لها ليه؟ عايزين منها ايه؟ خليها قاعده. لا، لو قعدت ممكن تعترف او تقول انه مبطاني غصب عني. خليك فاهم، ملك لو ما سافرتش معانا هيبقى ضدك انت. انا عن نفسي مش فارقه معايا، انا كده كده مش راجع. يا جماعه افهموا، خالي ده راجل دماغه تعبانه ومفيش ولا كلمه من اللي قالها صح. طب يلا يا اخويا ما توجعش دماغي معاك، يبقى قول الكلام ده في النيابه. افهمني بس يا باشا، انا هوضح لك اللي حصل. بعدين بقى انت هتتعبني معاك ليه؟ انت هتمشي بالسوق ولا لا؟ طب مراتي، اكلم مراتي. ايه بقى اكلمها يا اخويا من عندنا؟ فتشوا المكتب وتحفظوا على كل الاوراق اللي فيه. يا ملك ما قدمناش اي حل تاني غير ان احنا نخفض اسعار الوحدات دي ونعمل كمان نظام تقسيط اسهل. خلاص اعمل كده هوت، عشان عايزه انزل الاعلانات الجديده، يمكن ربنا يمشيها. ان شاء الله يا ملك، في خلال 24 ساعه هيبقى الورق على مكتبك بالاسعار الجديده ونظام التقسيط. مساء الخير. مساء النور. ايه يا رامز، بندور عليك في كل حته وتليفونك مقفول. معلش يا ملك، هفهمك كل حاجه بس دلوقتي في موضوع كده. مفيش مواضيع دلوقتي ولا اي حاجه. طب استاذن انا يا ملك. هي دربكت على دماغنا، لا شاليهات ولا صحراوي ولا جولف حد معبرنا فيه، وهنخفض الاسعار. خلاص يا ملك، خلاص كل ده ما عادش مهم دلوقتي خالص. وايه اللي ما عادش مهم؟ امال ايه اللي مهم؟ اسمعي يا ملك، سعيد الشاطر بلغ عننا وعن حسام وعن فتحي ابن اخته. ازاي؟ ما اعرفش ازاي، لكن التحريات اثبتت صحه البلاغ، ممكن جدا في اي لحظه من اللحظات يصدر قرار بمنعنا من السفر. منع من السفر؟ انا اول ما عرفت جيت للجري عشان نلحق نتصرف. عايزني اعمل ايه؟ أهرب من بلدي، من مكتبي، من مشاريعي، من حياتي، من ولادي، من عمالي؟ يا ملك قبل ما تفكري في الناس دول كلهم فكري في نفسك. أبوك ممكن يروح فيها. نبقى نعدد على نفسنا بعدين يا ستي، الوقت بيمر وأنا لسه ما رحتش البيت علشان أحضر الولاد للسفر. يعني أعمل إيه؟ عايزني أهرب معاك؟ ما أنت لازم تهرب يا ملك. هناك هنقدر نتصرف، نصلح أي حاجة، نوفق أو ضعنا، لكن لو دخلت السجن مش هتقدري تعملي أي حاجة. يا ما قلت لك، بلاش طمع، بلاش طمع. نجينا في الموقف اللي احنا فيه دلوقتي هنعمل ايه؟ يعني ايه لا؟ انت اتجننتي؟ يا كاميليا اسمعي الكلام اللي بقوله لك. البسي هدومك وخلي حد من عند خالتك يجيبك بالعربيه لحد هنا دلوقتي حالا. يا بنتي انا ما عنديش وقت من الكلام الفاضي ده. ما تخافيش على امك، امك عيلتها كبيره وتسد عين الشمس. 100 واحد هيرعوها ويخلوا بالهم منها اثناء غيابنا. كده يا كاميليا؟ يا اخي تبيتي فيك يعني؟ خلاص خلاص انت حره، غرب 60 داهيه عنك ما جيتي. هات يلا يا هيثم، انت لسه قاعد بتلوم، ده مش كيف هي اختك. اعذرها يا بابا، هتسافر ازاي وتسيب دراستها وتسيب ماما؟ عنها ما سافرت يا سيدي، يلا قوم قوم حضر شنطتك عشان نبقى جاهزين. وانا يعني بصراحه. بصراحه ايه؟ مالك انت كمان؟ بصراحه بابا انضميت للمنتخب، وعدوني ان هم هياخدوا بالهم مني ويحلوا مشكلتي لغايه ما انجح واخش تربيه رياضيه. يعني ايه معنى الكلام ده؟ انت واختك بتتخلوا عني وتسيبوني اسافر لوحدي؟ ده انتوا خلفة عرب. ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا ملك؟ هو ده اللي حصل يا بابا. على العموم يا بنتي ما تخافيش، انا لا يمكن اسمح لاي بني ادم انه يمسك وانا عايش. لا يا بابا، انا لا يمكن اهرب من المسؤوليه، انا هسلم نفسي. لا تسلمي نفسك؟ لا لا حول ولا قوة إلا بالله. كفاية يا بنت اللي جرالك، انت وراكي بيت وأولاد. لا يا بابا، هسلم نفسي يا إما هعمل زي رامز وهرب. اسمعي يا ملك، أنا خلاص يا بنتي كبرت، الأيام اللي فاضلة لي قليلة،
وصحتي كمان مش هتقدر تساعد. انا هسلم نفسي. ايه؟ تسلم نفسك؟ ده ايه يا عبد المجيد؟ مالك لسه صغيره وانا متاكد انها هتقدر تعمل حاجه. هتقدر تنصف اسمي واموت وانا مرتاح. هو لا يمكن اقبل بحاجه زي دي، لا يمكن. كمان ما ينفعش يا همي، لان على المستوى القانوني ملك ورامز هم المسؤولين. اعملوا اي حاجه بس ملك ما تتسجنش. انت جيت لي عايز مننا ايه تاني؟ بس يا سلمى خلاص ارتحت، حطيتنا في الارض وحققت هدفك. انا اسف يا بابا، انا ما كنتش اعرف والله العظيم ان كل ده هيحصل. انا غلطت في حقكم كلكم، بس ما كانش قصدي كده خالص. انا مش عارف اقول ايه، بس انا هسيب البلد كمان ساعات، حتى ولادي ما رضوش يجوا معي. سلف ودين، كله سلف ودين. بعدلت ابوك وعايز ولادك يقفوا جنبك. لا لا يا عبد المجيد، لا يا اخوي، مهما حصل برضو ابنك. بابا انا جاي ابوس ايد حضرتك ولا سامحني قبل ما امشي، عشان خاطر بابا ارجوك. انا مش عايز اسافر وحضرتك غضبان عليا. مين عارف، مين عارف هنشوف بعض امتى تاني. هيحجز على أول طيارة، حجز لك تذكرة وأبلغك بالميعاد. سافر يا ملك، سافر يا بنتي. لا، عايز الناس تقول إيه؟ ملك عبد المجيد راتب أخذت فلوس الناس وهربت؟ أحسن من السجن. أنا متأكد إن ربنا هيقعد جنبك، هترجع راسك مرفوع. بصي انا ما كانش ليا امل ان انا ارجع، ما كنتش سافرت خالص خالص. مالي كمان مش موجود حبيبتي. يا حبيبتي هتروحي تقعدي عند جدو، جدو بيحبك قوي، وسلوى كمان هتدلعك خالص مش كده؟ وانا يا هاني هعمل ايه بعد فراقك؟ عايزة اروح معاه. انتي اصيلة مش هلاقي امل منك عليها. طلعي لي الشنطة. تروحي بسلام. الله يسلمك. عايزة كده بقى قوية تستحملي. ازاي يا ماما؟ بس ازاي؟ عايزاكي تحزني عليا، عايزاكي تاخدي بالك من مذاكرتك، كل حاجة تهون بعد كده. إلا أنت يا ماما تهونيش عليا. حبيبتي أنت اللي ما بتهونيش عليا.
انا كده هتفوتني الطيارة. سوري. لا لا خلاص يا وانا كويس سافرت. احبك. خدي بالك من نفسك. بصي عالي قوي. أرض الكنائس، أرض الجوامع، أرض الجناين، أرض المزارع، أرض المدائن، أرض المصانع. عشت يا مصر يا أم الهرم، عظيمة يا مصر يا أرض النعاس. ملك اتأخرت قوي يا حسين. ولا اتأخرت ولا حاجة، لسه باقي ساعة ونص على الطيارة. طب استنى استنى، مش فاهم يعني كان هيجرى ايه لو ما قلنالهاش من أصله؟ كان زماننا مرتاحين. ما ينفعش كده، التركيز هيبقى عليها هي، وبعدين نتقي شرها أقل ما فيها. انت قلبك طيب، انت قصدك مش متخيل هتعمل فينا ايه برا. عارف هتسود عشيتنا ده في الأول، بعد كده لو ما سمعتش كلامنا كل واحد فينا يشوف مصلحته، وهي تبقى تشوف مين اللي هيبقى يأكلها بإذن الله لما فلوسها تخلص. ونبقى عملنا إيه بقى ناصح؟ لا إزاي؟ أنا كل اللي يهمني إنها تتبروز في القضية، فتخسر كل الحاجات اللي خلتها تبص لك من فوق، وخلتها في نفس الوقت ترفض تتجوزها. ده بقى السبب الحقيقي انك اصريت ان احنا نقول لها الجواز. يلا كلام في الفايت اللي اتعقل، ربنا يستر وتيجي. لا اطمن، ما دام عبد المجيد دلوقتي قال لها سافري يبقى هي على بصور. ربنا يستر. حسين بيه؟ ايوه. رامز بيه؟ ايوه. لحظه معايا لو سمحت. ليه؟ عشان ايه؟ كلمتين بسرعه وترجعوا. اتفضل عشان تحط الطياره. يعني انت معترفة انك مضيتي القرض الاولاني بمحض ارادتك؟ ايوه يا فندم، وبريئة من اي حاجة تانية. طب انا اعمل لك ايه دلوقتي؟ حضرتك مش مصدقني؟ بالعكس، انت لو كنت عايزة تكذبي كنت قلت اي حاجة، كنت هربتي وما سلمتيش نفسك من الاصل. تسمحي يا مدام اسألك سؤال خارج المحضر؟ اتفضل يا فندم. انت ليه ما هربتيش زي كل الناس؟ ما قدرتش. ليه؟ يصعب عليا ان انا اتظلم تاني في حياتي واسيب بلدي واعيش هربانه بقيت عمري. عبد المجيد، ايه اللي مقومك بدري كده؟ هو انا كنت نمت علشان اقوم. ومن سمعك كلها ساعتين ويطمنونا انهم وصلوا. رجوعهم مصر هو اللي هيطمني، مش وصولهم لبلاد غريبة هيفضلوا فيها هربانين. هقول لك ايه، نكبة ما كانتش على البال ولا على الخاطر. الظاهر ان انا غلطت يا نايل، ملك كانت عايزة تستنى، انا اللي خفت عليها ونصحتها تهرب. وانت كنت هتعمل ايه بس؟ ما هي رخرة. الو ملك، انت بتتكلمي منين؟ يعني انت فين دلوقتي؟ فين؟ ملك ما هربتش، سلمت نفسها. انت عملت الصح يا بنتي، انا اللي غلطان. انا جايلك على طول، شد حيلك ملك. انا فخور بيك قوي، فخور بيك قوي يا بنتي. ما سألتش على رامز ليه يا عبد المجيد؟ هو مش برضو ابنك؟ ابني؟ ايوه ابنك، ومهما حصل ابنك. رغم كل اللي عمله كان ممكن اسامحه لو رجع الفلوس وانقذنا من الورطه اللي احنا فيها دي. معك حق، بس انا مش قادره امنع نفسي، ابني وعايزه اطمن عليه. مش
مش انت اللي قلت لي لازم نبلغها؟ امشوا وانتوا ساكتين. كده برضه هلك؟ ده جزاتنا اننا حذرناك. حذرتوني عشان اهرب معاكم مش عشان اثبت براءتي. ها وانت فاهمه ان انت كده خرجت منها؟ لا يا حلو هتتدبسي فيه، ده غير اللي هيجرالك لما اخرج لك. ايه ده؟ انا مش عايز اسمع صوت هنا خالص. ايه جاي انت هتدوها هنا كمان؟ ممكن يا فندم بعد اذنك. ولا كلمه. استسمحك يا فندم بس اقول لاخويا كلمه. وماله؟ صلى على النبي عليك يا حاج سعيد، ده انت طلعت راجل عقر ونبك ازرق. ايه اللي حصل؟ بناتك يا سيدي، بناتك جايين يستلموك ويخرجوك من هنا. لا وايه؟ ومعاك شهاده بتقول انك خفيت ودماغك توزن بلد. يبقى الكوره جت جول. يا لعيب يا جامد قوي. وعاوزين يخرجوني عشان يعملوا لي كبش فدا بدل فتحي. كبش فدا؟ كبش فدا يعني ايه؟ مين هيديني حقي؟ خلاص هات لي ورقه وقلم وانا اكتب لك وصل امانه بتاريخ قديم. بالمليون؟ مليون ايه اقعد يا اهبل انت؟ واد معايح زيك انت معاه مليون جنيه منين عشان يديهم لسعيد الشاطر؟ انت عاوزهم يهرشوك؟ الله ده رايح حاج، انت هتلحس كلمتك معايا ولا ايه؟ هتنصب عليا انا كمان؟ اعمل ايه بس؟ حاكم النصب ده عندي داء ومش عارف اتعالج منه. ها؟ طب كنت سلمت نفسك وسبتنا احنا نسافر؟ لما حرام عليك قوي يا ملك تحكمي علينا بالسجن حرام. السجن ده ممكن يكون له حسام بس. احنا ممكن نتفاوض مع البنك ونسدد وساعتها موقفنا القانوني هيبقى كويس جدا. نسدد منين بقى ان شاء الله؟ ما انت عارف. للمره المليون بحلف لك يا ملك اني لا احتكم على مليم ولا قسمت فلوس مع حسام ولا غير حسام. انا بس عايزه افهمك حاجه، هتعمل ايه بالفلوس دي هات بعد 10 15 سنه لو اتسجنت؟ هتبص في وش ولادك ازاي؟ انت عايزه ايه بالظبط يا ملك؟ عايزك تحط ايدك في ايدي. حسام مش هيبقى عليك زي ما انا ممكن ابقى عليك. عايزك تحسبها معايا بالورقه والقلم، واذا ما كسبتش معايا اكتر اعمل اللي انت عايزه.